الدنيوية. وهذا الحديث كما تعلمون لا يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن قد جاء حديث مشهور من أهل العلم من يحسنه أن عمر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال: أجديد أم غسيل؟ قال: بل غسيل. فقال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. البس جديدا، دعاء، وأن الإنسان إذا لبس ثوبا جديدا يدعو أن الله يبارك له في هذا الثوب، وأن الله سبحانه وتعالى يمتعه بهذا النعيم وهذا الخير الذي من به عليه. وأما هذا الحديث فهو ضعيف، والحديث الآخر أعله أبو حاتم وقال بأنه لا أصل له من حديث الزهري، وهكذا أعله النسائي وأعله ابن معين والجماعة من أهل العلم، فالحديث منكر أيضا لا يثبت، وصححه بعض العلماء نظرا لظاهر سنده، وممن صححه البصيري وابن حبان، البصيري وابن حبان والحافظ والألباني الصحيحة صحح هذا الحديث، والحديث منكر من حديث الزهري منكر، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر وقد رأى عليه ثوبا: أجديد أم غسيل؟ أي مستعمل ولا جديد هذا الثوب يا عمر؟ قال: بل غسيل مستعمل. فقال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فالثوب الجديد نعمة، والله اعتبر من النعم إذا أعطاك الله سبحانه ثوبا حسنا جميلا ولم يدخل قلبك من البطر والأشر والغرور والعجب والتعالي على الناس الذين ما عندهم مثلك من الثياب، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك. ولكن الشخص لا يتكلف الجديد، يلبس ما تيسر، فإن تيسر له الجديد ولا سيما في أيام الأفراح والأعياد فينبغي أن يلبس جديدا، وإن كان لم يثبت هذا الحديث، لكن رسول الله قد جاء عنه ما يدل على ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو اشتريت يا رسول الله هذه الحلة تلبسها للوفود وللعيد، فالشخص ينبغي أن يلبس جديدا في أيام العيد إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له الحمد لله يلبس ما تيسر من الغسيل الذي هو أجمل الغسيل عنده الذي قد لبسه قبله. فإن توفر الجديد فأيام الأفراح يحرص شخص عليه، فإن عمر قد أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري تلك الحلة للعيد وللوفود. فهذا الحديث لا يثبت: عش البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وهكذا حديث أيضا يغني عنه: أبلي وأخلقي، أبني وأخلقي. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لتلك المرأة وقد رأى عليها ثوبة صغيرة كانت، فدعا: أبني وأخلقي. وقوله أبني أي معنى أخلقي، لكن هذا عطف مترادف، يعني البس الثوب هذا الله يبارك لك فيه حتى يخلق، هذا الثوب. فالدعاء عند لبس الثوب هذا ثابت له أصل، وله أصل أن الشخص إذا لبس ثوبا جديدا وحسنا يدعو لنفسه أن الله يبارك له في هذا الثوب وأن يمضي معه فترة يستعمله. أبلي وأخلقي. قال: وإنما جاز العطف هنا لاختلاف اللفظين، وإن الأصل في الشيء أنه لا يعطف على نفسه، لكن هذا عطف مترادف، فإن أبلي وأخلقي بمعنى واحد، وعطف تفسير إن شئت قلته، عطف تفسير. قال: عن أبي أمامة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا بقميص له جديد ولبسه فلا أحسبه بلغ ترقيه حتى قال، وهم مساكين في قلة يد، ستأتي بعض الآثار، حتى قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال: أتدرون لما قلت هذا؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بثياب له جدد فلبسها فلا أحسبها بلغت تراقيه حتى قال: مثل ما قلت. لا يحتقر الشخص الخير والنعمة، لا يحتقره ولا يزدريها، ويحمد الله على كل ما تيسر من الخير له، لا يقول: إيش هذا الثوب إلى آخر، البس يا أخي وأحمد ربك، غيرك ربما عريان في الشوارع في بعض الأماكن الفقيرة ما وجدوا الثياب، ونحن دوانيبنا مليئة بالثياب، الواحد معه ربما أكثر من 10 قميص أو من أكثر من 10 نعم قمصان،
هذا حاصل، والنساء حدث ولا حرج، على كل مدين يخرج، ربما موجود في الدولاب، على كل مدين يخرج من الثياب الجميلة، الدوانيب مليئة بالثياب ولا أحد يتصدق بها، ربما يجمعوها بعد يرمون بها، فلا تحتقر يا أخي إذا كان ما عندك حاجة في هذا الثوب تصدق به. فبعضهم ما معه شيء، ولا تقول هذا لبيس أو غسيل، لا، حتى ولو كان كذلك فأعطه لغيرك كما سيأتي في الآثار، ولا ترمي به لغير، غيرك محتاج إليه، ولله در بعض الأماكن والدول الأخرى يجمعون، بعضهم يجمع مثل هذه الثياب ويرسلها لهذه الجهات وغير هذه الجهات، فلا يحتقر الشخص المعروف ولا يتكبر وهو محتاج يقول ليش أنا ألبس مستعمل، وهو محتاج إلى هذا المستعمل، المستعمل نظيف ربما وجيد، البس يا أخي البس ما تيسر، وإن يكون أنفع عن مثل هذه الأمور، هذا رزق ساقه الله سبحانه، ما لك حاجة غيرك سيلبسه بإذن الله سبحانه وتعالى. الحاصل لا يحتقر الشخص من المعروف شيئا.